كل شيء اللي تعمل لمدة 4 سنين لازم ينحيه، لازم يفسخ كل شيء تتصلح البلاد. نتهناو على صغيراتنا، نتهناو على ديارنا، نتأموا على الأقل كي نمشي في قلية كياس نبدأ نتهني على روحي. أنا أسبير على الأقل أموا نحسوا أنتي شانجمون، نحسوا فما حاجات تغيرت على الأقل. استنى منه برشا حاجات. أول حاجة الأمان، فهمتني؟ ثاني حاجة ينحينا الإرهاب من البلاد، ومن بعد أمور أمنية، المعيشة ترخص تشيشة عز معناها على الشعب التونسي، خاطر ملي صارت الثورة الحق المعيشة غلات ياسر 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 ياسر. رئيس الناس الكل ورئيس البلاد الكل ورئيس التونس الكل، ويا ربي ينقصوا لنا الدنيا، يقدموا لنا شباب، ينقصوا لنا المعيشة، ينقصوا لنا الإرهاب، الأمن أون بلوس، يا ربي يجيك الحق. أنا أول مرة نتصور التوانسة ينتخبوا انتخاب معناها حر ونزيه. إن شاء الله ما تكونش مسرحية معناها سيئة الإخراج، إن شاء الله اللي يجي يكون على قد وعوده، ومازلنا نحبوا في الديمقراطية إن شاء الله بشوية بشوية نتجاوزوا هالمرحلة هذه. وكهو نستنى منه باش يرجع لنا تونس اللي تفكت منه، باش يرجع لنا تونس في سورتو في الامن، الارهاب هذيك من الاولى الاولويات هذيك، وفي الوضعيه نتاع الاقتصاديه والمعيشيه نتاع الناس، ورئيس يعاود يوحد التونس. والله كما قلت لك اهم حاجه هو ان البلاد تستقر وترجع معنا معناها الماكينة تخدم بطريقة عادية، فهمت كيفاش؟ نخرجوا من الفترة الانتقالية هذه وتتنحى معناها الطابع الانتقالي معناها، ونقعدوا ترجع تخدم معناها بصفة عادية، ترجع الإدارة تخدم بصفة عادية، ويرجع المواطن كلمة انتقالي نحبوا نتنحى معناها نتخلصوا منها فوق الخطوط. رجعنا الهوية التونسية، رجعنا الهوية التونسية. لنا لنا خارجين على الموضوع في حتى مجال، لا دينيا لا اجتماعيا لا ثقافيا، نحن دي جون عاديين توانسة كيما عشنا، يرجعنا هويتنا. تنه باش يخدمنا الشباب حاجة، ذيك حاجة ضرورية أول حاجة، فهمت؟ ملينا منها، ولادنا بطالة قاعدة في القهاوي،